في درسنا اليوم سوف نتحدث عن ميزتين موجودة في اللغة الـ HTML يمكنك إضافتها لأي عنصر من العناصر الـ HTML يسمون ID أو Class. غالبا يستخدم هذين العنصرين عندما ترغب باستخدام لغات أخرى مع لغة الـ HTML مثل لغة CSS، لغة تصميم المواقع أو لغة JavaScript. أي عنصر من العناصر الـ HTML قادر على امتلاك ID و Class. بالبداية، ما هو ID و Class وما هو الفرق بين الاثنين؟ ID مثل هوية شخصية، يعني عنصر من خلالها تقوم بتحديد اسم للعنصر ومن خلالها يمكنك التعرف على العنصر بسهولة عبر اللغات الأخرى. كيفية إضافة ID للعناصر؟ على سبيل المثال أريد أن أقوم بإضافة ID للعنصر body. دائما العناصر التي في البداية تقوم بفتحها ثم إغلاقها، دائما في البداية عندما تقوم بفتح العنصر هنا بعد كلمة الاسم العنصر فراغ، ثم تقوم بإضافة الميزة ID إليها. لإضافة الميزة ID للعنصر تقوم بكتابة الحرف E ثم D يساوي، ثم اقتباس النصي. ضمن اقتباس النصي تقوم بتحديد اسم ID. الاسم ID الذي سوف تقوم بتحديدها لهذا العنصر سوف تتمكن من خلال ذلك الاسم بتحديد هذا العنصر بسهولة من خلال لغات أخرى. على سبيل المثال سوف أسميها page، صفحة يعني، أو يمكنني أن أقوم بتسميتها body ID. مثل ما شرحت لكم غالبا سوف تحتاج إليها عندما تستخدم اللغات الأخرى. لنفترض نريد أن نقوم باستخدام هذا ID من خلال اللغة تصميم المواقع لكي نصمم هذا العنصر بسهولة من خلال ID. لنقوم باستخدام اللغات CSS. يمكنك إنشاء ملف CSS إن كنت تابعت كورس CSS. إن كنت ما زلت لم تتابع يمكنك استخدام CSS ضمن ملف الـ HTML أو إنشاء ملف سوف تتعلمها أثناء الكورس CSS الذي قمنا بشرحه لكم على قناتنا بعد أن تنتهي الكورس الـ HTML. في لغة الـ CSS إذا كنت ترغب بتحديد عنصر من خلال الـ ID تقوم بكتابة هاشتاج ثم تقوم بتحديد الاسم الـ ID العنصر، ثم تقوم بإنشاء هذه الأقواس وضمنها تقوم بإضافة صفات جديدة للعنصر الذي قمت بتحديدها. على سبيل المثال أريد أن أقوم بجعل الخلفية العنصر أو خلفية العنصر بودي المسؤول عن كامل الصفحة باللون البرتقالي على سبيل المثال، أو باللون الذي تقوم بتحديدها. لنشاهد، طبعا قم بحذفها. برنامج فيجر ستوديو كود لديه ميزة أوتو سيف، لذلك أقوم باستخدامها الآن. أنت حر في الاختيار أي محرر الأكواد. كما تشاهد قام بجعل الخلفية الموقع باللون البرتقالي. لنفرض لدينا عنصر آخر ضمن ملف الـ HTML الخاص بنا. إذا قمت بإضافة الاسم الـ ID نفس الاسم ID الذي قمت باستخدامه هنا لهذا العنصر بهذا الشكل، في اللغة الـ CSS سوف تتمكن من استخدام الاسمين، الاسم الـ ID الذي قمت بتحديدها وقمت بإضافتها للعنصر آخر، سوف تتمكن من وضع الصفات التي قمت بتحديدها للاسم ID للعنصرين أو أكثر. ولكن في اللغة الجافا سكريبت لا يجوز لك أن تستخدم الـ ID العناصر بنفس الاسم، يجب عليك أن تقوم بتحديد كل اسم ID مختلف. مثل الهوية الشخصية الخاص بك لا يجوز أن يستخدم شخص آخر هوية خاص بك، لذلك يجب ينصح بوضع اسم ID لكل عنصر مختلف، لا يجوز أن يكون أسماء متطابقة. هنا على سبيل المثال تقوم بوضع الاسم ID تيتل، على سبيل المثال تيتل ID، تقوم بتحديد اسم مختلف لكي لا تواجه أي أخطاء. بالنسبة للميزة الذي يسمى كلاس، الكلاس معناها باللغة العربية فئة أو صنف. الفئة قادرة على امتلاك نفس الاسم. كيفية إضافة ك
كلاس أو الميزة كلاس للعناصر ال HTML سهلة جدا، نفس الطريقة ال ID، ولكن بدل أن تقوم بكتابة كلمة ID تقوم بكتابة كلمة كلاس. على سبيل المثال أريد أن أقوم بإضافة كلاس لهذا العنصر، إذا نقوم بكتابة الأمر كلاس بالأحرف صغيرة ثم يساوي ثم اقتباس النصي، ضمنها نقوم بإنشاء اسم من خلالها نكون قادر بالتحكم بهذا العنصر. على سبيل المثال سوف نسميها تيتل كلاس. بالنسبة للتحكم بالعناصر الكلاس عبر لغة CSS يكون بهذه الطريقة، بدل كتابة هاشتاغ تقوم بكتابة نقطة ثم تقوم بتحديد الاسم الكلاس لكي تتمكن من التحكم بالعنصر. تقوم بتحديدها ثم تقوم بإضافة الخصائص. على سبيل المثال أريد أن أقوم بجعل اللون الخاص باللون الأحمر، نقوم بالحبس كما تشاهد. بالنسبة للكلاس يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد لعنصر واحد من العناصر ال HTML، وسوف تكون قادر بالتحكم بالعنصر حسب الاسم الذي تقوم بتحديدها حتى وإن كان أكثر من اسم. كيفية إضافة أكثر من الاسم كلاس لأحد العناصر ال HTML لكي تتمكن من التحكم بها؟ هنا قمنا بإنشاء الميزة كلاس، ضمنها قمنا بتحديد اسم كلاس. لإضافة اسم كلاس آخر تقوم بوضع فراغ ثم تقوم بتحديد اسم كلاس آخر. على سبيل المثال أريد أن أقوم بإضافة اسم كلاس آخر لهذا العنصر، تقوم بكتابة الاسم كلاس آخر. على سبيل المثال سوف أسميه هذه المرة h1 underscore class. إذا قمت الآن بتحديد هذا العنصر عبر الكلاس من خلال اللغة CSS على سبيل المثال سوف يعمل معنا بدون مشاكل كما تشاهد. إذا قمت بتحديد العنصر عبر هذا الاسم أيضا سوف يعمل معنا كما تشاهد. إذا قمت بإضافة خلفية أخرى على سبيل المثال باللون الأسود كما تشاهد. ها هو الفرق. بالنسبة للايدي اذا قمت بإضافة اسم اخر لن يعمل معك. الكلاس انت قادر على اضافة اكثر اسم من اسم كلاس لاي عنصر من العناصر ال HTML لكي تتمكن من تحكم بذلك العنصر. للتذكير يمكنك استخدام نفس الاسم كلاس لاي عنصر من العناصر HTML اخر. على سبيل المثال هنا لدينا عنصر paragraph، يمكنك اضافة هنا نفس الاسم الكلاس الذي قمت بتحديدها لهذا العنصر، لأن المعنى الكلاس باللغة العربية فئة، والفئة قادر على امتلاك أكثر من عنصر عكس ID الهوية الشخصية، كل واحد عنده هوية، بس فئة يمكن أن يملك أي عنصر من العناصر الآخر لكي توضح أن ذلك العنصر ينتمي للمجموعة التي تقوم بتحديدها. يعني الاسم الكلاس، اي عنصر يملك نفس الاسم كلاس فانك تقول هذا العنصر ينتمي لذلك الفئة، ومن خلالها يمكنك التحكم بالمجموعة الذي يملك نفس الاسم الكلاس. على سبيل المثال اريد ان اقوم بجعل الخلفية هذا العنصر وهذا العنصر باللون اسود، طبعا قمت سابقا بتحديد اللون الاسود خلفية للكلاس الذي يسمى تيتل كلاس. هنا سوف أقوم بإضافة أي نص، نقوم بالحبس فقط للتجربة لتشاهد سوف يتم تطبيق الأوامر على العنصرين لأنهم يملكون نفس الاسم كلاس. يمكنك استخدام اسم كلاس متشابه إذا كنت ترغب بإضافة نفس الخصائص للمجموعة من العناصر ال HTML. بالنسبة للID أخبرتكم لا يجوز أن تقوم باستخدام نفس الاسم الID لأكثر من عنصر، كل عنصر يجب أن يملك اسم ID واحد. بالنسبة للغة CSS إذا قمت بإضافة الاسم الID مطابق سوف يكون وظيفته مثل وظيفة class، سوف يعمل بدون مشاكل، ولكن في لغة الجافا سكريبت سوف يظهر لديك أخطاء.
سوف أقوم بحذف هذا العنصر وسوف أقوم بتكرار هذا العنصر، وبالتالي لدينا عنصرين من العناصر الـ HTML يملكون نفس الاسم الـ ID. لست بحاجة إلى الكلاس لأن الغالب في لغة جافا سكريبت سوف أستخدم الاسم الـ ID العناصر الـ HTML للتحكم بها بدل الاسم كلاس. سوف أقوم بإنشاء العنصر سكريبت لكي أكون قادر على كتابة الأوامر الجافا سكريبت لكي يتم تنفيذها على العناصر الـ HTML التي تقوم بتحديدها. لنفترض نرغب بترجمة النص الذي يملكه هذا العنصرين الذي يملكون نفس الاسم الـ ID ونفس النص من خلال لغة الجافا سكريبت. باللغة الجافا سكريبت لتحديد العناصر عبر الـ ID تقوم بكتابة الأمر document.getElement by ID، طبعا سوف تتعلمها أثناء الكورس جافا سكريبت، لا تقلق بهذا الأشياء، فقط أريد أن أوضح لكم ماذا يمكنك القيام بها من خلال الـ ID والكلاس في هذا الدرس، وما الفرق بين الاثنين وكيفية استخدامها. ضمن الاقتباس النصي نقوم بتحديد الاسم ID العنصر الذي نرغب بالتحكم بهم، طبعا هذا هو الاسم ID، هذا العنصر وهذا العنصر يملكون نفس الاسم ID. سوف نقوم بمحاولة بترجمة النص، سوف أقوم بترجمة هذا النص إلى هذا النص أصلي مسار مبرمج شيار. لنقوم بالحفظ والتجربة. كما تشاهد قام بتنفيذ الأوامر فقط على العنصر الأول الذي يملك نفس الاسم ID الذي قمنا بتحديدها، وبالتالي لم يقوم بتنفيذ الأوامر على العنصر الثاني. لذلك أنصحكم بالاستخدام أسماء ID مختلفة لكي لا تواجه أي أخطاء أثناء استخدامك اللغات البرمجية الأخرى مع لغة الـ HTML. إن كنت من عشاق كرة القدم وترغب بالمشاهدة جميع المباريات مجانا بالتعليق العربي بدون مشاكل، يمكنك استخدام دائما موقع livesport.crgmo.com. أيضا يمكنك مشاهدة من خلال هذا الموقع قنوات العربية والقنوات الكردية مجانا بدقة HD بدون إعلانات المزعجة. للتسكير سوف تحتاج إلى ID والكلاس عندما تستخدم اللغات الأخرى بجانب اللغة الـ HTML. في الوقت الحالي فقط لغة الـ HTML فقط يكفي أن تفهم ما فائدة ID والكلاس، لأنك لن تكون بحاجة إليها إذا قمت باستخدام اللغة الـ HTML فقط. سوف تكون بحاجة إليها عندما ترغب باستخدام اللغة CSS أو JavaScript أو لغات أخرى بجانب اللغة HTML. لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتشغيل زر الجرس لكي يصلك إشعارات بكل جديد، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة رابط الكورس مع أصدقائكم لكي يستفيدهم أيضا. أراكم في الدرس القادم، ولا تنسى بعد الكورس HTML بالتعلم اللغة CSS و JavaScript عبر الكورسات التي نقدمها لكم لكي تكونون محترفين في التصميم.